مرحبا يا خويا. السلامه، شو احوالك؟ بس عليك. والله الحمد لله. شنو تعمل؟ والله خدام في تونس، نخدم في وزاره التربيه. قدم لنا روحك، شنو اسمك ومن اي منطقه؟ اسمي نبيل طهريه، من منطقه منوبه. هاي تخدم في وزاره التربيه؟ نخدم في وزاره التربيه في معهد بنيه ابيضيه في منوبه. قداش عندك؟ عندي توا ما بيلي درجه هويه والليسي 32 سنه خدمه. نحكيو على الهجره وتجربتك انت مع الهجره. انت توا موظف في وزاره التربيه، لكن كنت قبل في الخارج. مشيت خرجت الخارج، مشيت لبرشا بلدان برا. احكي لي على تجربتك مع الغربه. والله تجربتي في الغربه محلاها، معناها باهيه، وغير انا ما قعدتش غديكا وعندي وقت، امي مريضه وروحنا واحد. اما بعد الهجره خذوها اولادي، وحتى عندي المدام خرجت معاهم زادا خير من تونس من هنا. روحت عام قديش على خاطر والدي؟ والله توا 2021. انت وانت تاخد في نفس الوقت موظف برا، معناها كنت باش نستقر وباش نقعد، وليت روحت عاود رجعت الخدمه نتاعي، فهمتني؟ كنت كونجي سون سولد. كونجي وقتها، فهمتني؟ ما ندمتش انك رجعت؟ ندمت، والله ما ندمتش، على خاطر امي وقتها بعد توفيت وريتها قدامي، معناها وبابا كيف كيف، وندمت اللي معناها رجعت، خاطر ما نجمتش تو باش نعاود نخرج، ما نجمتش. كمام ثم تضحي مع خاطر امك، معناها الانسان على خاطر والديه يرجع. عندي ولد، عندي حتى خويا، عندي خويا معاق، معناها نعاون فيه وكذا، قعد وحده خلونا وحدنا معناها. واليوم تخمم ترجع؟ والله ان شاء الله، ان شاء الله ماذا بيا. والله قداش عايشة في تونس؟ الاولاد ما قداش عندهم في الخارج وفين؟ تو عندهم 5 سنين في الخارج. فين؟ في باريس. في تمشي لهم؟ ها؟ مشيت مرة واحدة وتو ما عاودش نجم نرجع، جيبش قدم فيزا ما رفضها. علاش؟ رفضها، ولا قال لك اللي ماخذ فيزا قبل بعام يعطيوه، واللي مش ماخذ معناها بتاع شهرين وثلاثة شهور ما يعطيوهش. وبالرغم انا معناها اموري مريقلة، معناها مش الاوراق والتصريف وكل شيء اموري مريقلة. عائلتك تو الكل غادي؟ عائلتي غادي تو، انا محروم تو. مرتك غادي؟ مرتي غادي، مرتي مشات بحثة وليدي، خاطر ولدي صغار مش كبار. قداش عمرهم؟ معناها الكبير فيهم عمره 22 سنة، فهمتني؟ يقراو، اشترى الزوز يقراو، الزوز ما زالوا ان شاء الله يعطيهم اوراقهم ونشوفوا بعضنا، توحشتهم برشا. انت شاد صحيح اليوم لازمك ترجع لهم كومين واحد؟ بطبيعة الحال لازم سوتيا معاهم، لازم بو معاهم غادي لازم. قدمت على الفيزا آخر مرة وقتاش؟ ها؟ آخر مرة قدمت على الفيزا ورفضوك وقتاش؟ توا الصيف اللي فات، معناها 2022 23. ايه. قداش عندك ما شفتش العائله في الفيزا؟ وليت قبل ما نحكيوا على الترافيك، قداش عندك ما شفتش العائله؟ قلت لك توا عندي حكايه 4 سنين. 4 سنين؟ اي 4 سنين ما شفتهمش. برشا شوف فيهم كان في التليفون برشا. وعليه الدرجه الفيزا برغم اللي انت معناها امورك مريقله، موظف وسافرت قبل. عاش تنجم تاخذ رونديفو الا بالفلوس 900,000 ولا كذاش، خاطر قبل نعملوا بالتليفون هكا ناخذوا الرونديفو ديريكت وتحضروا اوراق وتمشي مريقل. توحشها برشا برشا. بناتهم؟ ها؟ لا جاب ربي يا اولاد، يا اولاد واش خاصك، جات عندي بنيه. في المناسبات كيفاش الكونتاكت معاه؟ مناسبات ولا بالتليفون، شوفوا بعضنا في التليفون على البيسنجر كل يوم. انا ديجا نشوف فيهم ونسال عليهم كل يوم، كل يوم كاني بحثهم معناها بالميسنجر، ونتبع فيهم كل شنو اللي باش يعملوا شنو ما يعملوش، خاطر غادي صعيبه برشا. خلوا عليك بلاصه. خلوا عليا بلاصه كبيره. هنا كيفاش عايش؟ والله عايش يا بربي، جيت نعرف نطيب ونريقل اموري وحدي. عندي اخواتي، انا عايش مع زوج اخواتي معناها، وحدي وزوج اخواتي، وعندي خويا مريض هذا اللي معاه، معناها نمشيو لبعضنا ونجي وكذا. صعيبه الدنيا؟ صعيبه برشا، صعبت برشا. والغربه اصعب؟ هكاك ما كانش، ما خليهمش يمشيو، خليهم هو مستقبلهم. اما ما شنو هي الحياه؟ هي حياه حتى لهنا كانوا مش تعبين برشا معناها. صافا تفرقتوا؟ اوبا تفرقتوا؟ والله تفرقنا، والله تفرقنا، والله لا غلط. هما ما يجوش علاش؟ والمراه زاده نتاعي بارك الله فيها، ومضحيه معاهم، ومضحيه على خاطرهم، انا مضحي معاهم وهم ضحيين معاهم. والله صدقني ساعات نبعث لهم حتى من هنا،
يسخيلوها تو فرنسا ولا ايطاليا ولا بلجيكا ولا يسخيلوها سهله، اصعب من هنا. هنا تلقى وين تاكل وتشرب. غادي ما يعرفك حد. قهوه ما يخلص عليك حتى واحد، ان اورو ما يعطيك حد. ما تخدمش ما تاخوش. شنو يخدموهم؟ ها؟ شنو يخدموا ولادك؟ ولا بلا سون بابي معناها انا ولادي عندي زوج يلعبوا في الكوره و فين يلعب؟ يلعبوا في اميا غاديك. يعطيو فيهم في حكايه فارغه معناها مش ارجون بوش كما نقولوا فيه، خاطر ماهمش ما عندهمش الاوراق، اللي عنده الاوراق بركة يخدم. شنو اللي عطل انهم ياخذوا اوراقهم؟ شنو اللي عطل ياخذوا اوراقهم؟ باردوسي باردوسي يلزم 5 سنين على القليل. يلزم هذوما 5 سنين يعملوا. شنو عاملين في التنقلات؟ في التنقلات ما عندهم كارت، هاي كارت بتاع كار يعطيهم الحاجه الباهيه، غادي يعطيهم الكارت بتاع الكار، يعطيهم الورقه بتاع الدواء ويقريهم بلاش. وعندي المرأة تاخذ ويعطيوها الماكلة زادة، كل نهار أربعة تمشي تجيب الساك بتاع الماكلة. ما قالولكش با نحبوا نرجعوا؟ لا لا كبروا ما عادش يحبوا، يحكيوا بالفرنسية تو ولادي وما عادش دخلوا في الجو هذاك وكبروا غادي خاطر. 5 سنين تو؟ ها تو 5 سنين. 5 سنين. شو نقول؟ تجي فترات معناها المرأة تتعب والصغار غادي يتعبوا. أنا تو قلبي وجعني أنا تو. ولاد واحد شبيك؟ هلا لا قدر كانت تجرى لهم حاجه وانا مانيش بحذاهم. ضغط هما اخر مره جاوا وقتاش ولا ما نجموش يجيو؟ عندي واحد جاء، عندي واحد جاء 2021 جاء على اساس يلزم يغادر فرنسا بعام، فهمتني؟ وجا لتونس وعاود رجع. باش طيحوا له الاوراق؟ ها؟ باش طيحوا له الاوراق؟ اي وعاود رجع تو عرس. تو عرس بفرنساوية غاديكا وعنده بيبي وصاب وراق وان شاء الله يعطيوه. هذا الكبير شفت ولدو كي؟ ها؟ شفت ولدو؟ اي ولدو عندي تصاور في التليفون. اي شفته عمره 4 شهور ولدو تو. اي بيبي وتو امير اسمه؟ اي سلم على امير. واش نقول لك؟ وتو بزواج ولدك هذا ينجم يساوي وضعيته؟ اي قلت لك صاب وراقه تو قاعد يستنى باش يعطيوه برك. تعرفش عليها تو القوانين تبدلت في فرنسا كل مره يقولوا حاجه. فهمت؟ طيب شنو الميساج تبعثوا لهم من هنا؟ لا ميساج يردوا بالهم على ارواحهم ويخدموا على ارواحهم وانا مضحيين احنا اشترى عمرنا مشي على خاطرهم هما وربي معهم واش بقول لك انا. انت ماكش مأيس مازلت مصرف عليه؟ انا مانيش مأيس، اللي أيس ما عادش يعيش في الحياه هذه.